لكل الأشخاص اللي سألوني كيف أفعل ميزة الـ AR أو الخرائط الحي، كيف هي موجودة على التطبيق أو من نفس التليفون، تبع الخطوات خطوة بخطوة ورح أحكي لك إياها مع التفصيل. أول إشي بندخل على آب ستور وبنكتب بالسيرش فوق جوجل مابس، أنا لأني منزله فرح يعطيني فتح مش تنزيل. نطلع لبرا، ندخل على الجوجل مابس، الخرائط جوجل، على الإعدادات، تنقل، وبنزل تحت بدي أفعل هذا الخيار اللي هو خيارات المشي عرض الخرائط الحي. بس أفعل هذا الخيار أحكي مثلا بدي أروح هون دبي باركس، بحط على الاتجاهات ولازم يكون مشي مش بالسيارة، السيارة شايفين بروح الخيار من عندي، لازم يكون مشي. هلأ المنطقة اللي أنا فيها للأسف ما بدعم الخرائط الحي، لو كنت بمكان بدعم هاي الخرائط الحي تطلع عندك الأيقونة بتقدر تكبس عليها، وزي الفيديو السابق تقدر ترفع التليفون وبيعطيك الإرشادات 100%. خبرني إذا أنت اشتغلت عندك ولا